بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة شباب سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة من قاعة الشعب المغلقة، ويسرني أن أكون معكم هذا اليوم في التعليق على مباراة فريقي الكهرباء وجافو التي تجري ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة لهذا الموسم 2020 و2021. وفي هذا اللقاء الحصري لهذه القناة شباب سبورت، صافرة الطاقم التحكيمي أعلنت قبل لحظات أعزائي المشاهدين بدء انطلاق هذه المباراة التي تجمع بين فريقي الكهرباء صاحب الملابس البيضاء الكاملة وفريق نادي زاخو في الملابس الحمراء. طاقم تحكيم مباراة هذا اليوم يتألف من الحكام مروان ماجد الحكم الدولي، وساعد أيضا نور الدين علي وأحمد رافد، وإضافة إلى تواجد علي جبار المؤقت، فاروق حسام الدين 24 ثانية، وحيدر عزيز المسجل، ووسام محمد مساعد مسجل. وبالتالي الآن الكهرباء يتقدم بأربع نقاط مقابل لا شيء، بداية قوية لفريق نادي الكهرباء على زاخو. وأيضا يسرنا أن يكون معي في التحليل الفني لمباراة هذا اليوم الدكتور حيدر جمعة، اللي كان معي حقيقة في التحليل على مباريات سابقة، واليوم في هذه المباراة اللي تجمع بين فريقي الكهرباء وزاخو. مرحبا دكتور حيدر، رحب بك أجمل ترحيب بالتواجد معنا مرة ثانية في التعليق على منافسات الدوري العراقي لكرة السلة. مباراة هذا اليوم تجمع بين فريقي الكهرباء وزاخو، بالتأكيد بداية، هل هناك فوارق فنية أفرزتها المباريات السابقة لكلا الفريقين؟ نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي. اليوم طبعا هاي مباراة جدا مهمة بالنسبة للفريقين، بما أنه هو المستوى متقارب بين فريق زاخو وفريق الكهرباء. الفريقين طبعا جذبوا لاعب محترف، أعتقد لاعب محترف فريق الكهرباء لحد الآن مستوى عالي، سكورة عالي، لاعب مايكل. إضافة إلى أنه فريق الكهرباء يتميز بوجود لاعبين شباب او لاعبين ايضا لاعبين خبره، يعني فاول شوت رمي حره من قبل امريكي وسجل في النقطه الثانيه هو اللاعب رقم 13 اورلاندو الامريكي. وبالتالي التواجد محترف امريكي في كلا الفريقين. هناك في الجهه المقابله ايضا المحترف الامريكي ميتشل ارون الامريكي، اللي الان والكره من تحت السله وصراع، ولكن الكره مقطوعه لصالح فريق نادي زاخو في الجهه البعيده. هذا هو اللاعب رقم 9 مراد علي، بخامس موسم مع الفريق ونقطتين جديده لصالح فريق نادي زاخو. يبدو هناك نديه دكتور منذ اللحظات الاولى لعمر هذه المباراه، الدقيقتين الاولى. نعم، لاحظت انه ارنالدو يسجل فريق زاخو، مثل ما ذكرت انه فريق الكهرباء يحوي عناصر خبره او عناصر شباب. نعم. اضافه الى اللاعب المحترف مايكل لاعب ممتاز جدا. فريق زاخو ايضا يتواجد معاه لاعب محترف، ايضا لاعبين خبره ولاعبين شباب. نعم. انا برايي انه يعني متوازنه، كفه يعني متساويه. نعم، كفه متساويه. طيب، دخول من تحت السله لصالح فريق نادي زاخو، يخطئ في التسجيل مراد علي، مرتده لصالح فريق الكهرباء، وبالتالي ايضا الحيازه مره اخرى تعود لفريق زاخو. هذا هو الامريكي اورلاندو الامريكي. اورلاندو يدخل من تحت السله، ولكن هناك بالتاكيد خطا ضد هذا اللاعب، هذا الاورلاندو الامريكي. الدكتور سبق وان مثل يعني في لعب في دوريات المملكه العربيه السعوديه، في اوروغواي، في الارجنتين، وبالتالي هناك خبرة كبيرة لهذا اللاعب اللي شاهد الآن في الصورة، هذا أورلاندو الأمريكي. نعم دكتور. لحد الآن كمستوى لم يظهر بمستوى لاعب محترف يعني مسجل لفريق زاخو. نعم. مع إذا نقارنا مع لاعب بقية المحترفين، خاصة لاعب الكهرباء كان مسجل ميتشل أرون، يعني نعم جدا مستوى عالي. اعتقد انه يوجد افضليه بسيطه لصالح الكهرباء حسب نتائج المباريات السابقه. طيب، عوده مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبالتاكيد فاول شوت للامريكي ونقطه جديده لصالح فريق نادي زاخو. الكهرباء مره اخرى يدخل اللاعب رقم 2 فريق الكهرباء احمد سائر، راجعه للاعب رقم هذا هو اللاعب رقم يعني مشكله رقم احمد علوش، وبالتالي
الكرة الآن نقطتين جديدة لصالح فريق الكرمالي، يتقدم الآن بثمان نقاط مقابل ست نقاط. وأيضا هذا هو اللاعب اللي شاهد الآن في الصورة، اللاعب رقم خمسة من فريق نادي الكرمال ميتشل أرون. وأيضا الدكتور لفت انتباهي هناك مشاركة أربعة أشقاء في تشكيلة فريق نادي الكرباء، متواجدة أسماءهم اللي هم أحمد ثائر، مصطفى ثائر، محمد ثائر، وعلي ثائر. شيء جميل جدا، شيء يدعو لل يعني الفخر بأن تتواجد عائلة سلوية كاملة في منافسات العراقي الممتاز بكرة السلة. عودة مرة أخرى، أورلاندو الأمريكي يحاول يتخلص، رقم تسعة، تسجيل مع مراد علي، وحلوة جميلة جدا كانت هذه الرميات الجميلة اللي من خارج زون ست نقاط. بالتأكيد هناك تقدم في الفارق من هذه الرميات. دكتور مش تحدثنا عليها 3 بوينت بالنسبة لفريق زاخو، يتميز بهاي الرميات، لاعب جقر، لاعب مراد، طيب لاعبين اخرين يتميزون بال 3 بوينت. على فريق الكهرباء يعني ان يحسب حسابه بايقاف مثل هذه الحالات. نعم، هذه اللي باستطاعة فريق زاخو ان يتقدم من خلال هذه الثري بوينت. نعم، الثري بوينت يعتمد عليها اعتماد كبير فريق. نعم، فريق زاخو. نعم، التسع نقاط الان لزاخو مقابل الكهرباء. يبدو هناك نديه منذ اللحظات الاولى من عمر هذه المباراه في الشوط الاول، الفتره الاولى نشاهد نديه حقيقيه موجوده لكلا الفريقين. هذا هو الرقم 13 اورلاندو الامريكي. اورلاندو 3 بوينت قد تكون له، ولكن الكره الى الخارج الى الخارج، وبالتالي راجع الكره الان ومن بعيد. ولكن اعتقد هناك خطا لصالح فريق نادي الكهرباء، خطأ لصالح فريق نادي الكهرباء في مباراة هذا اليوم أعزائي المشاهدين. وفي هذا النقل الحصري لقناة شباب سبورت، وهذا مدرب فريق نادي زاخو جوتيار علي، جوتيار علي، والكرة لصالح فريق الكهرباء في الجهة البعيدة. اللاعب رقم يدخل رقم اثنين ما يسيطر عليها، راجعة الأمريكي أورلاندو، وسهلة نقطتين من تحت السلم وبقوة، يعني تأكيد جدارة هذا اللاعب. وزاخو الآن يتقدم ب 11 نقطة مقابل 8. نعم دكتور. نعم، أيضا لا يفوتنا نذكر أنه فريق زاخو ذكرت يعني عبارة سابقة، أيضا يتميزون بالفاست بريك، يعني نقل الكرة السريع. أيضا على فريق الكهرباء أن نعم. يعني بالتكتيك أن يرجعون لاعبين أو ثلاثة إيقاف الفاست بريك لفريق زاخو. فاول شوت الان لصالح فريق الكهرباء رقم خمسه ميتشل ارون الامريكي على التنفيذ، وترقب بالتاكيد من مدربي الفريقين، جوتيار علي مدرب فريق نادي هوك، وفي الجهه المقابله ماجد نعمه مدرب فريق نادي الكهرباء. رميه حره اولى لصالح فريق الكهرباء على التنفيذ الامريكي، الرميه الاولى يفشل في تسجيل اول نقطه، وبالتالي هناك رميه حره او فاول شوت لصالح فريق نادي الكهرباء. رقم خمسة هذا هو الأمريكي القادم من الشمال القطري، ولديه أيضا رحلة احترافية في الدوري الأوكراني. سجل نقطة واحدة، زاخو يتقدم ب 11 نقطة مقابل 9 في الفترة الأولى، في أول 5 دقائق من الفترة الأولى لعمر هذا اللقاء. مراد علي توغل من تحت السلة، مقطوع الكرة من عنده عمران إبراهيم، وبالتالي مرتدة سريعة، وأيضا نقطتين وخطأ لصالح فريق الكهرباء. حلوة يعني هذه يعني لعبة جميلة جدا كانت من هذا اللاعب ميتشل أرون. نشاهد يعني توغل سريع من تحت السلة، مراوغة ذكية جدا، وبالتالي يصبح بمستوى. نعم، نلاحظ انه بلوك شوت جميل من محمد ضياء. طيب، وايضا لعب لعبة مناولة طويلة فاست بريك اللاعب الامريكي. طيب، التعادل 11-11، الامريكي يخفق في التسجيل، وبالتالي لا تعود المباراة الى نقطة البداية. دكتور، محاولة توغل جميلة، اللاعب رقم 15 اللي هو زنار هوشيار، هذا اول موسم له واصغر لاعب قد يكون في البطولة. مقطوع الكرة، سيطر عليه الامريكي مرة اخرى، يحاول يتخلص من تحت السلة، وحلوة نقطتين جميلة للأمريكي، ميتشل أرون، وبالتالي النتيجة تؤشر 13-11 نقطة. مباراة جميلة ممتعة منذ البداية، النتيجة واضحة للفريقين. الفترة الأولى الخمس دقائق الأولى مضت من بعيد، محمد ضياء والكرة في تحت السلة، صراع على الكرة، راجعة لزاخو مرة أخرى، لاعب محمد عبد الكريم، ونقطتين جميلة أيضا، 3 بوينت 3 بوينت جديدة لصالح فريق زاخو. نعم، بدي أتحدث عن اللاعب الأمريكي لاعب الكهرباء مايكل أيرون، لاعب يمتاز برشاقة عالية جدا. ميتشل أرون مايكل
مايكل ارون. نعم نعم مايكل ارون. نعم. لاعب يمتاز بتريشن عالي يعني اختراق نحو السلة. نعم. يخترق على خمسة لاعبين يعني بسهولة جدا. لاعب يشوت ثري بوينت. طيب. لاعب سريع جدا. لاعب ذكي ايضا ب يعني يلعب مع اللاعبين يعني لاعب ما يلعب لعب بشكل فردي. طيب. وبالتالي الان اعزائي المشاهدين نتيجة تؤشر تقدم فريق زاخو 14-13 من جديد. الكهرباء رقم 15 اللاعب احمد عبيد اللي ملقب بعلوش دكتور. هذا احمد عبيد لاعب منتخب سابق الخبرة أيضا متواجدة في صفوف فريق الكهرباء. محاولة من بعيد محاولة ودخول وتسجيل نقطتين. حلو حلوة نقطتين جميلة جدا لصالح فريق الكهرباء. يسجلها اللاعب محمد ضياء أيضا لاعب منتخب سابق. هذا اللاعب منتخب سابق محمد ضياء خبرة كبيرة اليوم ده يقدم يعني مباراة جيدة من البداية. أعتقد هناك ثلاثة لاعبين اتبقوا مثل المنتخب الوطني ونقطتين. محاولة جديدة للتسجيل لفريق زاخو ولكن مقطوع. اللاعب احمد ثائر في الجهه البعيده الامريكي مايكل وبالتالي نقطتين ايضا من احمد عبيد. حلو حلو نقلات لحظات نقل الكره يعني جدا جميل وبالتالي في مواجهه الشباك والتسجيل في نقطتين جديده 17-14. النديه واضحه منذ دقائق هذه المباراه. وفريق نادي زاخو هذا هو الأورلاندو الأمريكي وأيضا هناك في المقابل مايكل أرون الأمريكي وبالتالي نقطتين جديدة لصالح فريق نادي الكهرباء. حلوة يا مايكل أرون. وأعتقد أكثر لاعب اللي سجل نقاط حتى الآن هو مايكل. نعم هاي نقطتين إضافية 9 نقاط لهذا اللاعب. أداء ممتع وجيد ورائع لهذا اللاعب الامريكي في مباراته اليوم اعزائي المشاهدين وبالتالي لصالح فريق زاخو. مهند عبد الكريم مهند يبحث عن زميل ملعوبه الى مراد علي. مراد يحاول مراد راجع الكره مره اخرى الى محمد ضياء. محمد ضياء من تحت السله تحت السله ونقطتين وحلوه نقطتين ومن عمران ابراهيم اللاعب رقم 14 وبالتالي يحصل ايضا على خطا هذا اللاعب. رميتين حرة فاول شوت لصالح فريق نادي زاخو. الكهرباء متقدم 21-16. الدكتور دقيقتين تفصلنا عن نهاية احداث الفترة الاولى من عمر هذا اللقاء. ماذا تقول كأداء عام لمستوى الفترة الاولى؟ كأداء عام فريق الكهرباء مثل ما لاحظت اغلب نقاطه سجلت من الفاست بريك. نقل الكرة سريع يتميز بهذا الموضوع. طيب. ويجب عليه ان يستمر نقل الكرة السريع. طيب. اللاعب الامريكي اغلب النقاط سجل. دفاع على حد الان يعني نوعا ما جيد بس يحتاج انه يضغط على اللاعبين المهدفين 3 بوينت. طيب الان سافر الحكم حكم اللقاء الدولي مروان ماجد وايضا ترقب من مدرب فريق زاخو جوتيار علي وايضا هناك توجيهات وايضا حاله ترقب من قبل ماجد نعمه مدرب زاخو منذ موسمين وسبق وان اشرف على تدريب فريق الكهرباء. وحلوه حلوه يا مايكل حلوه يا ارون. ارون قد يكون هو نجم المباراه منذ هذه يعني الفترة حتى الآن سجل أكبر عدد من النقاط. لا يزال يتحرك برشاقة وبانطلاقات سريعة ويسجل بكل سهولة يسجل بكل سهولة وينفذ من دفاعات فريق نازاخو من بعيد. وحلوة هذا اللي تحدثنا عنه هذا 3 بوينت. يعني الآن راح يواجه صعوبة فريق الكهرباء في الحد من إيقاف مثل هذه الحالات قد تحدث في الفترة الثانية أو في طيلة وقت المباراة. الدقيقة الأخيرة أعزائي المشاهدين الكهرباء 23-20 لفريق زاخو. التعادل قد في عادة في أكثر من وقت في أكثر من لحظة في كل شيء جائز. وهذا هو ألون يخفق في التسجيل مايكل أرون راجع الكهرباء مرة أخرى. فريق الكهرباء يحاول تحقيق نتيجة إيجابية حلوة توغل من تحت السلة ولكن الحيازة مرة أخرى لصالح فريق الكهرباء والكرة يسيطر عليها أحمد ثائر. مقطوع الكرة من عنده إلى الثواني الأخيرة الثواني الأخيرة الدكتور وقد نشهد تسجيل 3 نقاط جديدة والكرة من بعيد ولكن ما يسيطر عليها وبالتالي الدفع والحيازة لصالح فريق نادي الكهرباء 23-20 دكتور. وبالتالي نحن على وشك أن نختتم الفترة الأولى دكتور من عمر هذا الشوط الأول. نعم فريق الكهرباء
اكثر لاعب متميز مثل ما ذكرنا اللاعب مايكل، يعني سوى كل شيء في المباراه، سجل 13 نقطه. مايكل ميتشل ارون، نعم مايكل ميتشل، اعتقد مايكل ارون، ارون طيب. سجل من فاست بريك نقاط كثيره، سجل 3 بوينت، سجل فاول شوت، نقل كره سريع، سوى ستيل، انطى اسيست، يعني اغلب المهارات اداها بصوره صحيحه. فريق الكهرباء ايضا نقل الكره سريع، كان يتميز بنقل الكره السريع، لكن عليه ان ايقاف الثري بوينت من فريق زاغ. الان شاهدنا زياد خلف سجل، زياد خلف هذا اللاعب رقم اربعه سجل نقطتين وعزز من خلال التواجد فريقه في المقدم ب 25 مقابل 20 نقطة وال 16 ثانية الأخيرة من عمر الفترة الأولى. الكهرباء يتقدم ال 16 ثانية الأخيرة، محاولة توغل من فريق نادي زاخو رقم 8 جقر خوين، واحد من أبرز اللاعبين في تشكيلة هذا الفريق. راجع الكرة أكرم عبد الجبار، جقر يحاول يتخلص جقر ولكن صافرة، وبالتالي الآن خطأ لصالح فريق خطأ او اوت، اعتقد اوت اعتقد لصالح فريق زاخو، نعم اوت، وبالتالي الثواني الاخيره وهناك صافره من قبل حكم المباراه السيد مروان ماجد تعلن نهايه احداث الفتره الاولى من عمر الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء ب 25 مقابل 20 نقطه. الدكتور خلينا يعني نتابع النتائج الفريقين في المباريات الأولى، أعتقد كان هناك تقدم لفريق نادي، نعم فريق الكهرباء فاز في ثلاث مباريات سابقة، عنده يعني نتيجة جيدة وما تعرض لأي خسارة. نعم ذكرت. فاز على غاز الشمال 76 مقابل 55 نقطة، فاز على نفط الشمال 92-79، فاز على تضامن النجفي 87-58. مقابل ذلك فوز واحد لفريق نادي زاخو وخسارتين مع الخطوط ومع الحجز الشعبي. إذن مباراة هذه اليوم تعتبر مباراة مفصلية في قناعتي الشخصية لفريق زاخو، إذا ما أراد الاستمرار في هذه البطولة والحصول على مركز متقدم بالتأكيد يحتاج إلى الاستياز الكهرباء اللي أعتقد هو فريق عصي وفريق صعب جدا، فريق صعب المراس، وهو وأيضا يشكل مع الشرطة والنفط من أبرز النتائج اللي حققت في هذه الجولة من الدوري النخبة. الآن ما هو برأيك أبرز المعطيات للفترة الثانية من الشوط الأول دكتور؟ نعم بالنسبة لفريق زاخو لحد الآن هجومه 3 بوينت جيد، نقل الكرة بالبداية نقل الكرة سريع لكن بعدين يعني صار إيقاع بطيء. طيب. عليه أن إيقاف الهجوم السريع لنادي الكهرباء بالنسبة للدفاع، لأن أغلب النقاط سجلت فريق الكهرباء هي عن طريق الفاست بريك. نسبة تسجيل جيدة للفريقين 25-20. أكثر مسجل مباراة هو لاعب مايكل أرون. على فريق الكهرباء أيضا إيقاف التري بوينت بالنسبة للفريق 16 نقطة سجل مايكل حتى الآن، يعني نسبة مقابل أعلى نسبة كبيرة، يعني اللاعب رقم يعني كوارتر واحد 16 أيضا الأمريكي، يعني دكتور شاهد يعني أورلاندو 13-8 نقاط سجل، وأيضا تقارب في النقاط، وأيضا هناك مايكل اللي سجل حتى الآن مايكل نعم هو أول المحترف في الفريق زاخو سجل 8 نقاط، لكن نعم لكن ما لعب كل الفترة، قد يعود خلال فترة الثانية أو الثالثة والرابعة. نعم هناك لديه رؤية خاصة مدرب فريق نادي زاخو المدرب جوتيار علي، وبانطلاق بانتظار انطلاق الفترة الثانية، والآن لصالح فريق نادي زاخو في الجهة البعيدة محاولة توغل 35 مهند عبد الكريم، هذا العاشر موسم العاشر إلى مع فريق نادي زاخو هذا اللاعب مهند عبد الكريم، وبالتالي ملعوبة والكرة لصالح فريق نادي زاخو، كرة لصالح فريق نادي زاخو. هذا المشاهد الآن الأمريكي مايكل أرون نجم المباراة حتى الآن، سجل عديد من النقاط، وبالتالي الحيازة الآن لصالح فريق نادي زاخو في الجهة القريبة. جاكر غوين لاعب منتخب وطني سابق، ملعوب الكرة محمد ضياء في الجهة البعيدة، تولد 95 هذا محمد ضياء، هذا هو الأمريكي يحاول يتخلص من تحت السلة، مرفوع الكرة من أمامه مايكل أرون، مايكل تولد 89 ونقطتين جديدة، مايكل أرون وحلوة لهذا اللاعب،
هذا اللاعب القادم من الشمال القطري كما ذكرنا لكم وتجربة احترافية في الدوري القطري وتجربة احترافية أخرى في الدوري الأوكراني، واليوم يتواجد في تشكيل فريق الكهرباء ويعتبر واحد من أبرز اللاعبين وأحد العناصر المهمة اللي يعول عليها المدرب السيد ماجد نعمة مدرب فريق الكهرباء. وحلوة 3 بوينت جميلة، حلوة 3 بوينت جميلة من قبل هذا اللاعب مهند عبد الكريم، 27-23 صالح فريق الكهرباء. الدقائق الأولى من عمر أحداث الفترة الثانية، الشوط الأول من هذه المباراة راجعة 15 من فريق الكهرباء، أحمد عبيد علوش علوش علوش، وبالتالي توغل تحت السلة محمد ثائر، محمد هذا رقم 4 من فريق الكهرباء، زياد خلف، وأيضا خطأ للاعب أحمد ثائر، أحمد ثائر فاول شوت لهذا اللاعب، الرمية الحرة الأولى، الرمية الحرة الأولى يخفق في التسجيل. أحمد ثائر يحتاج إلى تركيز أعلى، اللاعبين يسددون الفاول شوت أو الرمية الحرة يحتاجون إلى التركيز أكثر في سبيل إضافة أكثر عدد من النقاط. أحمد ثائر ويخفق أيضا نقطتين، يعني كان من الممكن أن يخلص من الفارق إلى 25 نقطة ولكن أخفق في التسجيل. حيازة لصالح فريق نادي زاخو، أكرم عبد الجبار موسم السادس إلى مواليد 99، أكرم عبد الجبار، وبالتالي مهند عبد الكريم، مهند عبد الكريم يحاول يتخلص، مهند ملعوبة إلى محمد ضياء، هذا الموسم العاشر إلى محمد ضياء، راجعة الكرة لصالح فريق زاخو من بعيد ولكن سيطرة لاعبي فريق نادي الكهرباء. أحمد ثائر إلى الأمريكي في الجهة البعيدة من الممكن 3 بوينت ولكن يخفق في التسجيل، مقطوعة من الأمريكي الآخر في صفوف فريق نادي الزاخو، هذا هو أورلاندو، أورلاندو أورلاندو من بعيد رقم 8 جاكر كوين جاكر، ومقطوعة، مباراة ندية جميلة حتى الآن وأداء جيد من كلا الفريقين. زاخو محمد ضياء من تحت السلة ويخفق في التسجيل، مقطوعة لصالح فريق الكهرباء، زياد خلف، زياد يحاول، هذا هو زياد خلف رقم 4، وبالتالي وحلوة يا علوش، حلوة يا علوش، أحمد عبيد علوش لاعب من منتخبنا الوطني السابق رقم 15 في تشكيلة فريق الكهرباء، يسجل نقطتين ويبتعد الكهرباء الآن بفارق 6 نقاط، 29 مقابل 23 نقطة لصالح فريق نادي الكهرباء، 29 مقابل 23 نقطة، وتوغل جديد الكهرباء، أحمد ثائر تحت السلة وسهلة، ولكن أعتقد الآن خطأ وإشارة من الحكم مباراة هذا اليوم كما ذكرنا لكم، وتوجيهات من ماجد نعمة، هذا هو ماجد نعمة، يعني أشرف على تدريب فريق زاخو لموسمين ومع الكهرباء منذ عام 2004، ماجد نعمة وكل التطلعات لتحقيق فوز ثالث في مشواره في هذا الموسم، والكرة يخفق في التسجيل، جات خلاص فاول شوت أول، إخفاق في التسجيل، والرمية الثانية، الرمية الحرة الثانية، زياد خلف، وبالتالي يعزز رصيده بنقطة أخرى، يصبح الآن 30 مقابل 23 نقطة، الآن الفارق أصبح 7 نقاط، الدكتور حيدر لصالح فريق نادي الكهرباء، بدأت الفوارق منذ الفترة الثانية، بداية الفترة الثانية بدأت تزداد 7 نقاط، وبالتالي الكهرباء يعزز تواجده في هذه المباراة. نعم الكهرباء افضل يعني، نعم يعني كتقدم وكي حتى ايقاع اللعب، نعم اسرع يعني من فريق زاخو. طيب وفريق اللاعب الامريكي ايضا فريق الكهرباء لحد الان سجل 15 نقطه ايضا كمستوى كاداء افضل من اللاعب المحترف في زاخو، وبدنا نشوف يعني اول كره توصل للاعب الامريكي بالكهرباء وبعدين من عنده يبدي انطلاق الهجمات، يعني نعم قد يكون هو منسق الهجمات هو، نعم الواجبات نعم اللي اناطها مهمه التدريب مهمه، نعم هو يصنع التفوق مدرب الفريق، نعم بدايه الهجمه يصنع طيب التفوق، طيب يعني يسمح بوجود فراغات، نعم في نعم فريق زاخو، نعم ويقدر ينتقل على السله يقدر يهدف. الان الحيازه لصالح فريق نادي الكهرباء، هذا مايكل في الجهه البعيده، مايكل ارون ملعوبه، احمد ثائر، احمد
علوش احمد عبيد ومحاوله تسجيل ثلاثيه ولكن يخفق في هذه الكره والتسعه مراد علي مراد والكره ايضا يحصل على خطا يحصل على خطا سلامات لمراد علي يحمل رقم 9 من مواليد 2020 سنه لاعب شاب في مقتبل العمر لديه طاقات كبيره يحاول توظيفها من خلال هذه المباراه في مباراه فريق زاخو مع الكهرباء هذا هو مراد علي مراد رمية حرة والكرة خارج الشباك خارج الشباك إخفاق كبير من قبل أغلب لاعبي أنديتنا دكتور في التسجيل من خلال الفاول شوت نعم احنا ذكرنا في المباراة السابقة أن على جميع اللاعبين ياخذ وحدات تدريبية إضافية individual training حتى يقدر يزيد نسبة التهديف يعني الفري ثرو الفري بوينت التو بوينت نعم الكرة الآن لصالح فريق الكهرباء المقدم لا يزال فرق 7 نقاط أحمد علوش إلى أحمد ثائر أحمد ثائر يحاول يعبر المنتصف الآن أحمد ثائر محاول البحث عن زميل الأمريكي مايكل بقرب من عنده اللاعب زياد خلف وبالتعيق الله 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 يا مايكل أرون يعني 3 بوينت جميلة جدا لهذا اللاعب مايكل وبالتالي يوسع الفارق من 32 الى 23 نقطه زاخو في الجهه البعيده جاكر قوي جاكر الامريكي الاخر يحاول خلصه نقطتين جميله ايضا لاورلاندو هذا هو اورلاندو رقم 13 وسريعا لصالح فريق الكهرباء الكره اجتازت وبالتالي الحيازه الان لصالح فريق زاخو حيازه لصالح فريق زاخو في الفتره الثانيه من عمر هذا اللقاء ولكن حتى الان كيف تنظر إلى الدكتور إلى المستوى التهديفي عدد النقاط المسجلة في المباراة حتى الآن؟ نسبة تسجيل جيدة يعني للفريق يعني 32-25 بعدنا منتصف الفترة الثانية لحد الآن نسبة تسجيل جيدة خاصة لفريق الكهرباء لكن في بعض الأحيان يوجد تسرع يعني الترنوفر موجود بالنسبة للفريقين لكن طيب. نسبته لحد الآن يعني مو عالية الكرة الآن رمية حرة لصالح فريق زاخو على التنفيذ جاكر هوين علي يحصل على نقطة أولى 26 نقطة وبالتالي هناك أيضا رمية حرة أو حيازة لصالح فريق زاخو مرة أخرى في الجهة البعيدة جاكر هوين قلل الفارق وبالتالي تعود مرة أخرى لصالح فريق نادي زاخو هذا هو ثمانية أيضا جاكر هوين ملعوبة الكرة مراد علي مراد 14 حلوة حركة لعب من تحت السلة من عمران إبراهيم يسجل نقطتين جديدة لصالح فريق نادي زاخو كهرباء مرة أخرى نصف أحداث الفترة الثانية انتهت وبالتأكيد قد تكون هناك تسجيل نقطتين والأمريكي نعم هذا بسهولة جدا يسجلها أورلاندو من تحت السلة وبالتالي وقت مستقطع الآن النتيجة قربت عادت الى التقارب الجديد دكتور 32-30 بعد كان فارق 9 نقاط نعم تسرع فريق الكهرباء باللحظات الاخيره اتاح الفرصه لفريق زاخو من اجل العوده للمباراه مع عوده ويسجل من الفاست بريك طيب يعني لحد الان هسه زاخو بده يرجع للمباراه فارق نقطتين يعني مو فارق طيب السلة. الفارق وبالتالي الان توقف المباراه من التايم اوت الوقت المستقطع اللي طلبه مدرب فريق نادي زاخو وبالتالي كان طلبه نادي الكهرباء يعني تعرف احنا بعد يعني يجب او في بعض الاحيان انه يسجل عليك من الفاست بريك حتى توقف زخم الفريق نعم بعد تسجيل من الفاست بريك وعمل دانك نعم تطلب تايم اوت حتى يعني السبب من طلب تايم اوت في مثل هذه اللحظات توقف زخم الفريق يعني الفريق من جايك بزخم انه يسجل نقطة بدا يقلل الفارق من ستيل كره مقطوعه ويسجل دانك نعم هنا يعني معنويات الفريق والموتيفيشن مالتهم الدافع راح يزيد نعم فحتى يوقف المدرب افضل شيء ان يطلب تايم اوت يريح فريقه يعني يغير ايقاع اللعب تعرف التايم اوت يغير ايقاع اللعب يغير رتم المباراه يعني يجب أن بعد ان كل تايم اوت المدرب يغير تكتيك الدفاع او الهجوم يعني نعم. قد يلجا الى تكتيك نعم. جديد خيار نعم. لعب نعم. جديد حتى يسوي نعم. يعني فرق تغيير
بايقاع المباراه. طيب عوده مره اخرى الى اجواء المباراه اعزائي المشاهدين، وايضا شاهدنا خلال فتره التوقف لقطات جميله وافانا من خلالها الزميل المخرج هذه المباراه وكادر النقل الخارجي والمهندسين لقطات اكثر من جميله واكثر من رائعه واعاده من اكثر من زاويه لتسجيل النقاط سواء من خارج الزون من داخل الزون من تحت السله. والحيازه الان لصالح فريق الكهرباء، احمد ثائر رقم 2، احمد الكهرباء مره اخرى اللي زال يتقدم ب 32 مقابل 30 نقطة، 32 مقابل 30 نقطة. هذا الأمريكي مايكل، الأمريكي مايكل حلوة وإلى علوش، لكن كرة طويلة كانت قوية وبالتالي الحيازة تعود لصالح فريق زاخو في الجهة البعيدة، زاخو في الجهة البعيدة وقد يعود إلى التعادل في هذه اللحظات. الدكتور من الممكن احنا لاحظنا هسه هذا الباص اللي المناوله اللي طاها هي اعتقد مو خطا، يعني اللاعب الامريكي دا يلعب على امكانياته، يعني الطباس سريع نعم، بس لازم اللاعب الامريكي يعرف امكانيات اللاعبين العراقيين الدوري العراقي حتى الان اللاعبين كيف انه اللاعب يستلم مناوله. طيب باي طريقه يحتاج فتره تاقلم اكثر، يعني اكيد تواصل نعم كوميونيكيشن يحتاجون لاعبين فيما بينهم. هذا هو مايكل اللي تحدثنا نعم عنه، مايكل يعني مهاراته يعني مروره من تحت السله نعم جميل جدا، نشاهد حتى الباس مالته بقوه حلوه في قوه جميله نعم. يعني مايكل بينطي بيسوي كيك اوت من اللي يدخل على السله، يسوي كيك اوت الخارج طيب على وباس سريع على اللاعبين يتوقع ويكون جاهز يعني لاستلام الباص. وايضا ثلاثيه يعني اهم ما يميز فريق زاخو في مباراه اليوم دكتور هو الثري بوينت اللي سجل. نعم اعتقد لحد الان سجل 6 ثري بوينت يعني نسبه عاليه جدا، وبالتالي اعتقد هي هذه النقاط اللي قربتهم من فريق الكهرباء، فرق نقطتين الان. المباراه بدات تعود الى النديه من جديد وكانها انطلاقتها كانت قبل لحظات، انطلاقتها وكانه كانت من لحظات. واحمد علوش يحاول يسجل، وايضا هذا هو احمد عبيد علوش لاعب المنتخب السابق، قوه جسمانيه كبيره لهذا اللاعب، ويحصل الان ايضا على فاول شوت. وهذا هو احمد عبيد ملقب بعلوش، ورميه الحره الاولى، رميه حره اولى لهذا اللاعب احمد عبيد، وبالتالي نعم النقطه الاولى، النقطه الاولى يعزز فرق يعني رصيد فريقه ب 38 مقابل 33 نقطه. كره لصالح فريق زاخو في الجهه البعيده، هذا هو الامريكي مره اخرى اورلاندو، والدقائق الاخيره من عمر احداث الشوط الاول او الفتره الثانيه دكتور يعني نعم المسجل الثاني بعد اللاعب الامريكي هو احمد علوش، يعني احمد علوش نعم نعم اداء جيد بعد اللاعب الامريكي حتى الان يعني سجل نعم أحمد نعم 9 نقاط، 9 نقاط احمد عبيد نعم علوش، وبالتالي يعني نقاط مستوى جيد سجلها هذا نعم اللاعب. وبالتالي الامريكي يعني شوف 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 الله الله سرعه عاليه، ثقه عاليه، سرعه عاليه جدا، انتقال من الساحه الخلفيه الاماميه تاكيد جدا جدا سريع يعني. وبالتالي يسجل واحد من ابرز اللاعبين في كره السله في الدوري العراقي هذا الموسم، وهو هذا هو الامريكي مايكل ارون. اكبر مشكله يواجهها حاليا فريق الكهرباء هو هذا ايقاف ثري بوينت. نعم كيف ممكن ايقافه يعني دكتور؟ لاحظ يعني التمويه الجسماني وباستطاعته التسديد ايضا من مسافات بعيده نعم جدا. نعم الكره الان لصالح فريق نادي زاخو الامريكي في الجهه المقابله من زاخو اورلاندو الامريكي، وبالتالي هذا اللاعب ايضا يتوغل، وبالتالي كرتين سهله، كرتين سهله. ارنالدو يعني يوم يعني اداء جدا رائع، يعني حاليا مسجل 14 نقطه، بدا اداء اللاعب ارنالدو بدا يتصاعد اعتقد يعني الانسجام مع فريق زاخو والتواصل مع اللاعبين ودخوله بالجو، يعني تعرف يعني ملعب جديد دوري جديد لاعبين جدد، يحتاج اللاعب كمباريات ووقت حتى يدخل باجواء المباراه واجواء طيب الفريق. طيب المقطوعة لصالح فريق الكهرباء زياد خلف، وجهة البعيدة أحمد ثائر توغل، وحلوة حلوة أحمد ثائر، وبالتأكيد الآن الصافرة من الحكم أعتقد الخطأ لصالح فريق نادي خطأ هجوم رميتين نعم. خطأ لصالح أحمد ثائر نعم أحمد ثائر خطأ كان بالتأكيد، الإشارة كانت واضحة من الحكم سيد مروان ماجد يقود مباراة هذا اليوم حتى الآن، وأيضا هناك وقت مستقطع
يعني يجب نذكر ايضا احمد ثارد يقود فريق الكهرباء بطريقه جيده، وايضا هو ثالث مسجل خمس نقاط. خمس نقاط نعم. نعم لاعب شاب، لاعب احمد شوفت عليه تدريب منتخب نعم. الشباب العام الماضي، لكن للاسف البطولة لم تحدث بسبب الأحداث وأوضاع كورونا. واحد من اللاعبين الشباب المميزين في كرة السلة العراقية، وأيضا بالتأكيد سوف يكون هناك انضمام للمنتخب الوطني هذا اللاعب في ضوء المستويات، في ضوء ما قدمه من إمكانات جيدة وإعادة من أكثر من جهة من قبل مخرج المباراة اللقطات الجميلة اللي وافينا من خلالها خلال فترة التوقف، خلال فترة التايم أوت، وأكثر من زاوية وأكثر من تسجيل لكل الفريقين سواء كان زاخو أو الكهرباء. هذا هو أرنالدو، وكرات جميلة من زوايا متعددة، وبالتالي المشاهد الآن يبحث على هذه المتعة والمشاهدة وتسجيل النقاط المختلف من أوضاع متعدة. أحمد علوش حركة لعب من تحت السلة جميلة، سجل من خلالها نقطتين، وهذا هو الأمريكي المميز هذا اليوم حقيقة في تشكيلة فريق الكهرباء مايكل أرون. الدقائق الأخيرة من عمر الفترة الثانية الدكتور 40-38، والآن رمية حرة لصالح فريق الكهرباء. أحمد ثائر اللاعب المميز أيضا اللي تحدثنا عنه، والرمية الحرة الأولى والنقطة الأولى، نعم النقطة الأولى، الفارق إلى نقطة، قد تكون المباراة تتجه إلى التعادل. تتوقع دكتور انه فارق الان ثلاث نقاط من ممكن يعني ثري شوت المباراه اعتقد راح تبقى متساويه للاخير يعني نعم. تحسب الفتره الرابعه، الفتره الرابعه النديه واضحه جدا، وممكن التكهن صعب التكهن بنتيجه هذه المباراه للمستوى الجيد اللي قدمه الفريقين. جقر اخوين، جقر اخوين، الدقيقتين الاخيره من تحت السله، وحلوه حلوه لعمران ابراهيم اضاف نقطتين جديده، وبالتالي الفارق تخلص الى نقطتين، 41-40 نقطة واحدة الفارق. أحمد ثائر من فريق الكهرباء في الجهة البعيدة، أحمد ثائر يبحث عن زميل بالتالي أقرب من الأمريكي، هناك أحمد علوش أمريكي، أوين زياد خلف، مايكل أوين مرة، مايكل وكاد أن يسجل ثلاثية ولكن مقطوعة. أورلاندو زاخو، أورلاندو كرة راجعة إلى عمران إبراهيم من تحت السلة، ولكن راجعة للأمريكي مرة أخرى. زاخو يحاول يقلص الفارق أو يعادل النتيجة، تعديل النتيجة لو أضاف نقطتين، 41-41. مراد علي من بعيد، الله كاد أن يسجل 3 بوينت ولكن سريعة لصالح فريق الكهرباء، وأحمد عبيد يزيد الفارق ويجعل 43 نقطة. نعم الآن 43 نقطة. دكتور الثواني الأخيرة قبل أن تنهي المباراة، أعتقد الفريقين قدموا أداء ومستوى جيد ومميز، وحتى الآن كما ذكرت جنابك الكريم أنه صعب التكهن بمن سيفوز بهذه المباراة، صعب التكهن كما ذكر المحلل معي الدكتور حيدر جمعة لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب اللي ساهم معي حقيقة في تحليل العديد من المباريات في دوري العراق ممتاز للسلة لهذا الموسم. جهد مشكور لهذا الدكتور، نحييه على تواصله معنا مع قناة شباب سبورت في تغطيتها لمنافسات الدور العراقي لهذا الموسم. بالتأكيد وضع المشاهد الكريم في الحقيقة، وأعتقد الثواني الأخيرة الصافرة من حكم اللقاء قد تكون هي اللحظات الأخيرة، وأيضا صافرة من يعني من الحكم مروان ماجد، وبالتالي تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بتفوق الكهرباء ب 43 مقابل 42 نقطة. أعزائي المشاهدين بعد فترة الاستراحة إن شاء الله نتواصل وإياكم في متابعة منافسات هذه المباراة بين الكهرباء وزاخو. حتى ذلك الحين لا نقول لكم وداعا ولكن انتظرونا.
Thank you.
مرة أخرى أحييكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة شباب سبورت الفضائية في كل مكان، ويسرنا أن نتواصل وإياكم مع أحداث ومجريات الشوط الثاني من اللقاء الذي يجمع فريقي الكرباء وزاخو ضمن منافسات الدور العراقي الممتاز لكرة السلة. وصفرة الحكم أعلن قبل لحظات بدأ أحداث الشوط الثاني الفترة الثالثة من عمر هذا اللقاء. النقاب تشير إلى تقدم الكهرباء ب 43 مقابل 42 نقطة. شاهدنا شوط أول جميل جدا، فوارق فنية، مستويات فنية، وبالبداية تلقوا السير أولى للاعب أحمد علوش من فريق الكهرباء. يصبح الفارق الآن 3 نقاط، مستوى جيد ومميز شاهدناه خلال مجريات الشوط الأول من عمر هذا اللقاء. وبالتالي لا تزال المباراة حتى الآن لم تحسم حتى هذه اللحظة، وكما ذكر المحلل الفني معي في المساهمة في تحليل هذه المباراة الدكتور حيدر جمعة أن صعوبة التكهن بمن سيفوز في هذه المباراة سوف يكون هناك بالتأكيد كلام آخر لكلا الفريقين. ولكن دعونا نتحدث مع الدكتور حيدر جمعة. الدكتور حيدر، بالتأكيد أبرز التوجيهات من قبل مدرب الفريق، يعني مدرب سواء كان مدرب الكهرباء ماجد نعمة أو مدرب زاخو جوشار علي، أبرز التوجيهات للاعبيهم خلال فترة الاستراحة. نعم، أعتقد بداية الفترة الثالثة راح نشاهد أكو تغير، يعني لعب حذر، إيقاع بطيء، دوران كرة أكثر من الفترة الأولى والثانية. فريق زاخو ما زال يلعب دفاع رجل لرجل، مان تو مان. الآن سجل نقطتين. نعم. هو يعني تبقى المباراة نقطة ونقطتين فارق. طيب. مثل ما ذكرنا، يعني أي فريق راح يلتزم بتطبيق التكتيك، وراح تكون نسبة تسجيله، نسبة نجاح تسجيله أيضا هذه دفاع جيد. نعم. وراح يتفوق بالنهاية. نعم، هذا هو محمد ضياء اللي أضاف الآن أيضا نقطتين. نعم. جديدة. أيضا. محمد ضياء لاعب أيضا منتخب سابق، والخبرة أيضا كبيرة لهذا اللاعب في مثل هذه المنافسات. توغل المراد علي من بعيد يخفق في التسجيل، حيازة راجعة، سيطرة لاعبي فريق زاخو، ولكن هناك أعتقد خطأ لصالح فريق سلامات لهذا اللاعب 35 مهند عبد الكريم. قدم مستوى جيد ومميز حقيقة في صفوف فريقه حتى الآن، والكرة الآن والحيازة الآن لصالح فريق نادي زاخو. أيضا مراد علي. نعم بدل الدفاع، يعني فريق الكهرباء مان تو مان، مان تو مان ضاغط نصف ساحة. طيب الإيقاف في بوينت، لكن حلو. يعني مدى يستطيع إيقاف 3 بوينت اللاعب؟ أعتقد مراد يسجل رغم أنه يدافع اللاعب الأمريكي، يعني مايكل رغم الواجب مكلف فيه في رقبة الأمريكي، لكن يسجل 3 بوينت جميلة جدا. هذا هو الأمريكي مايكل أرون ملعوبة. أحمد علوش ونقطتين ونضيع على هذا الفرق على كل 49 47 نقطة لصالح فريق الكهرباء، متقدم حتى الآن في هذه المباراة 5 من فريق زاخو. محمد ضياء مواليد 95، الموسم العاشر إلى مع فريق نادي زاخو. ومن بعيد من مراد علي، ولكن الكرة هذه سهلة لمايكل، هذه سهلة لمايكل، سجل من خلال نقطتين. نعم، أضاف نقطتين جديدة. يوجد تفاهم عالي بين لاعب مايكل ولاعب أحمد علوش. نعم. حاليا نشوف علوش مسجل 15 نقطة، مايكل مسجل 21 نقطة. أغلب الكرات اللي مناولات. نعم. بين مايكل أحمد علوش ومن أحمد أحمد علوش، يعني مايكل ينطي أسيست. طيب أكو تفاهم عالي بين اللاعبين. بالتأكيد هذا التفاهم يؤدي إلى نتائج إيجابية. فريق الكهرباء حسن عباس أيضا الآن، حسن عباس وحلوة يا أحمد عبيد، أحمد علوش نقطتين جميلة. وأيضا شاهدنا دخول اللاعب رقم 23 دكتور حسن عباس. حسن عباس الآن في تشكيلة فريق نادي الكهرباء، وبالتأكيد الآن رمية حرة أو فاور شوت لصالح فريق نادي الكهرباء اللي متقدم بفارق 6 نقاط حتى الآن. إعادة مرة أخرى بالحركة البطيئة، ولكن الكرة إلى داخل فرحة اللاعب أحمد علوش، وبالتالي الحيازة الآن لصالح فريق زاخو. مهند عبد الكريم يبحث عن زميل، مهند إلى رقم 9 مراد علي، مراد مرة أخرى إلى الأمريكي أورلاندو من تحت السلة، والكرة يخفق في التسجيل. هذا مايكل يعني حركة الدخول سريعة جدا لهذا اللاعب، الإمكانيات جميلة جدا، والتوغل بإنسيابية سريعة من قبل هذا الأمريكي، واللي أعتقد اليوم يعني الجهد اللي بذله قد لو فاز الكهرباء في مباراة اليوم فأعتقد
سيكون من نصيب هذا اللاعب الحصة الأكبر في تحقيق نتيجة القوي. نعم لحد الآن ماكن سجل 21 نقطة وأغلب نقاطه جت من الفاست بريك. نعم. انتقاله سريع جدا، لاعب دريبلر عالي، بنتريشن على السلة، اختراق نحو السلة سريع جدا ويسجل ممكن في بعض الأحيان حتى يأخذ أندون. كبيرة والعمر، هو 31 سنة عمره مواليد. نعم رغم العمر إلا أنه يعني لاعب سريع جدا. رغم عمره 31 سنة لكن لديه لياقة بدنية عالية، وأيضا خاض تجربة احترافية القادم من فريق الشمال القطري، وتجربة احترافية أخرى في صفوف الأندية وفي الدوري الأوكراني. والقياز الآن زاخو من بعيد ولكن يخفق في التسجيل. نقطتين جديدة، نعم نقطتين جديدة لهذا أورلاندو، متابعة جميلة. مواليد 95 أورلاندو، هذا مايكل. الله 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 على هذه النقطتين، أجمل من 3 بوينت، أجمل من ثلاثية سجلها مايكل، وبالتالي الآن يصبح رصيدا من نقاط، يعني نقاط جميلة جدا لهذا اللاعب. الحيازة في الجهة البعيدة، أورلاند 8، جاكر أخوين علي، وبالتالي راجع الكهرباء الأفضل بكور هذه اللحظات. الكهرباء هو الأفضل، سجل عدد من النقاط. مهند عبد الكريم ويخفق التسجيل، والكهرباء الأفضل. نقطتين جديد قد يضيف مايكل، هذه سهلة جدا. نعم أضاف نقطتين. مشكلة دكتور سنة الخلل الحدث الآن في صفوف الغزاق، مشكلة زاخو بالدفاع، إيقاف اللاعب مايكل هو مايكل أورون، بما أنه هو يلعب مركز بوينت جارد، يعني 1 و 2 لاعب المحترف في فريق زاخو يلعب مركز 4، فهنا صعب أنه مركز 4 يقدر يدافع مركز 1 أو 2. لذلك فريق زاخو يعني اللاعب المحلي يدافع اللاعب المحترف، لذلك نعم. اكو يعني فارق بالامكانيات. طيب. لذلك اللاعب الامريكي اذا نشوف انه يلعب براحته لاعب فريق الكهرباء مايكل، بالمقابل لاعب ارنالدو اللاعب المحلي يعني يستطيع ايقافه، يعني كلاعب اربعه يدافع علوش ويساعد يسوي له هيل محمد ضياء في بعض الاحيان، استطاع الى حد ما ايقاف اللاعب ارنالدو. والان مره اخرى لصالح فريق هذا هو احمد علوش. الجديدة يعني تناقل الكرات الجميل، تناسق ما بين اللاعبين فريق الكهرباء خصوصا في الهجمات السريعة المرتدة اللي يسجل دائما من خلالها. جقر اثنين، واحد اللاعبين المميزين في هذا الفريق جقر، رقم 10 اللاعب محمد علي اللي سبق المثل في كل مواسم الآن لاعب منتخب شباب العراق، اللاعب محمد علي مواليد 2002، طاقة شبابية موجودة في السمو فريق نازار. طبعا صار تحول بالمباراة، صار الفارق 14 نقطة بفضل اللاعب المحترف اللاعب الأمريكي مايكل أورون، وهنا نقطة تحول اعتقد صارت مباراة لصالح الكهرباء. اعتقد بعد الصعوبة على فريق زاخو ان يعود للمباراة على الرغم من وجود فترة رابعة. نعم. دكتور اعتقد انه من الصعب بعد يعود فارق 11 نقطة الان مقطوعة، سيطر عليها فريق زاخو، رقم 5 من تحت السلة محمد ضياء، ولكن قرار الحكم وبالتالي خطأ لصالح فريق نادي زاخو، خطأ لصالح فريق نادي زاخو اللي متأخر ب 49 نقطة مقابل 61 نقطة لصالح فريق نادي الكهرباء. وهذا بالتأكيد نظرات مدرب الفريق الكابتن ماجد نعمة، والرمية الحرة الأولى رقم 5 محمد ضياء يسجل، يسجل الآن 50 نقطة ووصل إلى عتبة 50 نقطة فريق نادي زاخو، والرمية الحرة الثانية محمد ضياء، محمد ضياء وأيضا يسجل نقطتين جيدة في هذا الوقت تحديدا يحتاجها فريق نادي زاخو، وايضا يحتاج دكتور برايي الشخصي الى النقاط الثلاثه الى 3 بوينت اللي استطاعت ان يقلص الفارق بشكل اسرع خصوصا وقت هنا. بس نعم هنا خطا فادح يرتكبه فريق زاخو اللي هو انه فريق اللاعب 5 حاليا يدافع اللاعب رونالدو، اوكي نعم. لاعب مايكل، نعم مايكل هو اصلا اطول من لاعب 5، مايكل هنا لاعب ذكي، سوى نزل على الانسايد يعني على الاي بي. طيب. بالزون. طيب. ووقع يستلم وين؟ يستلم اسفل السله كره. نعم. ويلعب فوت وورك بسهوله على اللاعب
اللاعب محمد ضياء لاعب رقم 5 وبسهوله يعني يهجم عليه لان كفارق الامكانيات وفارق ايضا بالطول. طيب لذلك استطاع ان يسجل نفس السلة على اللاعب على مدرب زاخو حاليا ان يبدل جوتيار علي مدرب فريق نادي نعم يبدل زاخو المدافع لمراقبة اللاعب مايكل بغير لاعب طيب يعني لاعب يناسبه بالطول وبامكانيات حتى يقدر برايك هل التفت على هذا الجانب يعني ما حقيقه ما اعرف انه هل المدرب منتبه او غير منتبه. طيب تحليل فني جيد اعزائي المشاهدين وفينا من خلاله الدكتور حيدر جمعه لاعب منتخب الوطن السابق والمدرب وبالتاكيد يعني مجمل ما يتطرق الى المدرب او المحلل حيدر جمعه يصب في مصلحه الكره العراقيه وتحديدا كره السله العراقيه وجانب من الحضور الاستاذ علي الاسد رئيس هيئه اداريه نادي الكهرباء نعيم صدام عضو الهيئه الاداريه لاعب منتخبنا الوطن السابق والدولي وايضا هذا هو احمد علوش احد ابرز اللاعبين في مباراه هذا اليوم احمد عبيد اللي سجل نقاط عديده وايضا نشاهد الآن لحظات وتنطلق أحداث الفترة الثالثة 3 دقائق و56 ثانية تقريبا 4 دقائق يعني وقت جيد يستطيع فقط أعتقد لو أراد فريق زاخو العودة مجددا لأجواء التنافس وتقليل الفارق مع الكهرباء الآن الفارق 12 نقطة وقد يعني يزداد هذا الفارق مع هذه الرمية الحرة الأمريكي مايكل نعم نقطة وبالتالي الفارق 9 إلى 64 نقطة الآن الفريق زاخو مهند عبد الكريم محاولة تخلص مهند يحاول يبحث عن زميل إلى اللاعب جقر أخوي جقر ثلاثية ولكن مقطوعة الكهرباء مرة أخرى مايكل سريع جدا هذا اللاعب وإلى أحمد علوش كما ذكر المحلل الفني الدكتور حيدر جمعة تفاهم جيد في نفس الوقت ما بين اللاعبين الاثنين اللي هو أحمد علوش ومايكل أرون لاميركي كرة السلة 8 جاكر كوين فريق زاخو اللي متأخر بفارق 15 نقطة الآن أطول فارق وأكثر فارق وصل إلى التسجيل النقطي للفريقين هو في هذه اللحظات يا دكتور 15 نقطة و14 نقطة ما وصل إلى الفارق كان أقل فارق أو أكثر فارق كان 13 نقطة والآن 66 مقابل 51 اللاعب الأمريكي حاليا مسجل 32 نقطة وبعدنا بالفترة الثالثة يعني نسبة عالية جدا أعتقد راح يتعدى حتى حاجز الـ 40 نقطة ممكن جدا مع تواجد فترة رابعة مع أحداث الشوط الثاني من عمر هذا اللقاء الحيازة أحمد ثائر الكهرباء هذا هو أحمد ثائر مواليد 2002 أحد اللاعبين المميزين وطاقة شبابية أعتقد هو لاعب منتخب الشبابي نعم لاعب منتخب الشباب أحمد ثائر وبالتالي محمد ضياء توغل محمد ضياء والكرة لا تزال وسافر من قبل حكم المباراة السيد مروان ماجو أيضا نعود مرتين أخرى نذكركم بطاقم تحكيم مباراة هذا اليوم يتألف من الدولي مروان ماجد وسعد أيضا نور الدين علي حكم درجة أولى وأحمد رافد إضافة إلى تواجد علي جبار المؤقت فاروق حسام الدين 24 ثانية وحيدر عزيز مسجل وسام محمد مساعد مسجل الحياز لفريق نادي زاخو رقم 5 محمد ضياء كثرة الكرات والضائعة لفريق زاخو أعتقد بدأت توسع الفارق مع فريق يعني الكهرباء أكثر من نقطة سانحة للتسجيل أضاعها فريق زاخو الدكتور الدقيقتين الأخيرة من أحداث الفترة الثالثة والفارق الآن 66-51 نقطة تسرع فريق زاخو بالهجوم استغلها فريق الكهرباء لصالحه وبدأ يستغلها في ترانزيشن انتقال وفاست بريك سجل نقاط أكثر الفترة الثالثة الفاست بريك لذلك قطع هذا الفارق نعم التسرع اعتقد كان من محاولة الوصول الى التقارب وتقليص الفارق وبالتالي لكن هذا التسرع عكسية نعم كان هناك نتيجة عكسية بالتالي عدم التركيز محاولة التسجيل بالسرعة النظر الى الوقت وطبيعة سرعة الوقت وبالتالي ما استطاع فريق زاخو استغلال هذا العامل اللي كان من الممكن الان يعود الى المباراة ولكن حتى الان الفارق يصل الى 66 نقطة والكرة الان من قبل الحكم واعتقد هناك خطأ لصالح فريق نادي زاخو الأمريكي على التنفيذ وشاهد الجهة البعيدة تبديل لصالح فريق الكهرباء رقم 4 زياد خلف يعود مرة أخرى إلى أجواء المباراة ويترك الملعب محمد ضياء إذن محمد ضياء يترك أرض الملعب ويدخل بدلاً للاعب رقم 4 زياد خلف نقطة أولى رمية حرة أولى ونقطة لصالح فريق نادي زاخو وأيضاً
أورلاندو مرة أخرى. أورلاندو يسجل النقطة الثانية وبالتالي 54 نقطة. راجع للكهرباء مايكل أرون. مايكل أرون مايكل من بعيد. الله الله الله، حلوة لهذا اللاعب، حلوة لهذا اللاعب الأمريكي مايكل الثلاثية. دي بوينت جميل جدا دكتور. يعني باي 3 بوينت حاليا أرنولد يسجل 35 نقطة، هو أكثر من نصف نقاط الفريق. أكثر نقاط بالتأكيد، هم مسجلين 69، يعني نصف. هذا هو الفريق بأكمله حقيقة، خلينا نقول عليه الفريق بأكمله. هو اللاعب اللي سجل 35 نقطة يمتلك هذه الإمكانيات الفنية، يعني حركات اللعب الإمكانيات الفنية عالية. أعتقد واحد من يكون هو اللاعب محترف رقم واحد حتى الآن في كرة السلة العراقية في ضوء إمكانياته. أفضل مسجل حاليا بالدوري هو بالدوري هو نعم هو مايكل أرون اللاعب المميز. وبالتالي محاولة الفريق زاخو لتقليص الفارق، والكرة الآن الحيازة لصالح فريق نادي زاخو. أعتقد رمية حرة، نعم هناك رمية حرة لصالح فريق نادي زاخو. جاكر خوين علي مواليد 82، يعني مواليد 82، وبالتأكيد 38 سنة، عمر جيد وخبرة كبيرة لهذا اللاعب، وأيضا لياقة بدنية جيدة وعالية يتمتع بها هذا اللاعب. هو جاكر خوين علي رقم 8، سجل نقطة وأيضا يخفق في الثانية، سجل نقطة وأخفق في الثانية. الآن أحمد ثائر الدكتور، الدقيقة الأخيرة، ماذا تقول عن مجمل ما قدم من الفريقين خلال ثلاث فترات حتى الآن؟ نعم، أعتقد نقطة التحول مثل ما ذكرت صارت في بداية الفترة الثالثة لصالح فريق الكهرباء. نعم. وأغلب النقاط سجلت من الفاست بريك عن طريق اللاعب، أغلب النقاط عن طريق اللاعب مايكل أرون واللاعب علوش. الله. حاليا مايكل يسجل أكثر من نصف نقاط الفريق، 37 نقطة. نعم. النسبة جدا عالية، نسبة جدا عالية، راح يتجاوز حاجز 40 نقطة. جميلة 3 بوينت. نعم. لاعب رقم 3 فريق زاخو حسن عباس. نعم. نعم، استعجال كبير يعني، وما سجل أكثر من 5 نقاط بهاي الفترة. نعم. فريق زاخو سوى ترنوفر، يعني نسبة عالية من الترنوفر، وتسرع بالهجوم، استغل الفرصة هذه نادي الكهرباء واستطاع أن يسجل من الفاست بريك ومن الهجوم. طيب. النظر طيب، الحيازة الآن صالح فريق زاخو، وشاهدنا أيضا دخول لاعب حسن عباس اللي سجل ثلاثية في تسجيل فريق الكهرباء قبل لحظات. حيازة الكرة جاكر علي خوين من بعيد، الكرة كما تحدثنا عنها، الحالة أو النفسية أو الضغط الكبير على اللاعبين بالثواني الأخيرة من عمر أحداث الفترة الثالثة في الشوط الثاني. وأحمد علوش يحاول يتخلص، راجع الكرة من بعيد وحلوة ثلاثية، حلوة ثلاثية لهذا اللاعب رقم 4 زياد خلاص، حلوة أيضا ثلاثية. الفارق الآن وصل إلى فارق النقاط، فارق كبير جدا 76 54 نقطة. وبالتالي الصافرة من حكم اللقاء السيد مروان ماجد تعلن عن نهاية أحداث الفترة الثالثة من عمر هذا اللقاء. الفارق 9، بدأت تتضح الصورة دكتور حيدر، الكهرباء قد يكون هو الأقرب لحسم هذه المباراة إذا ما حدثت متغيرات سريعة جدا، أو قد كل شيء كما هو في كرة القدم جائز دكتور في كرة السلة. نعم جائز أيضا إحداث المتغيرات في دقيقة في بعض الثواني، من الممكن العودة لفريق زاخو، لكن يحتاج إلى جهد كبير جدا. نعم أستاذ لؤي، مثل ما ذكرت لك نقطة التحول بدأت بالفترة الثالثة، وبعد أن كان وصل الفرق إلى 11 نقطة، قلت لك أعتقد أنه إيقاع المباراة صار صالح الكهرباء بعد من الصعوبة جدا أن يرجع فريق الزاخو، وهذا ما حدث. وحاليا وصل الفرق إلى 22 نقطة. نعم. 76-54. أفضل لاعب حاليا لحد الآن كأداء وكمسجل هو اللاعب الأمريكي مايكل. أيضا لاعب أرنالدو بدل جهد جيد يعني فريق زاخو، لكن أعتقد أنه الفريق ما ساعده بالهذه الثنائيات اللي صارت بين أحمد علوش واللاعب مايكل، أيضا ساعدت في هذه النتيجة. طيب انتقال السريع للفريق فريق الكهرباء ساعدهم. نعم. تحقيق هذه النتيجة والتفاهم ما بين مايكل أرون وأحمد عبيد أحمد علوش. نعم بالتأكيد الفريق من أحمد ثائر، بقية اللاعبين أيضا ظهروا بمستوى جيد، اللاعب زياد، اللاعب
محمد ضياء، يعني بقيه اللاعبين يعني كانوا مستوى يعني نسبه تسجيل عاليه جدا 76. طيب فتره الدكتور ثالثة. حبيت انوه شيء معين للجمهور اللي شاهدنا الان عبر شاشه قناه شباب سبورت اللي تنقل المباراه نقل مباشر من قاعه الشعب المغلقه، انه تواجد مدرب منتخبنا الوطني ومتابعته لكل مباريات هذا التجمع، يعني موجود الان في الساحه ويتابع، يعني بالتاكيد هل يبحث عن خامه جديده يضيفها الى منتخبنا الوطني في استحقاق المقبل؟ برايك هل هناك تصورات بدت واضحه امام هذا المدرب خلال متابعته؟ اعتقد هو يعني على المدرب ان طبعا هو فترته بسيطه يعني يعني قليله جدا فصل عن النافذه الثالثه مع الفريق. طيب. البحرين نعم على الرغم من صعوبه المهمه دكتور. صعوبه المهمه يعني اعتقد انه يعني صعب جدا ان يشوف انه لاعب جديد يضيفه للتشكيله، لكن على المستقبل ممكن ان هو يكون يسجل بباله انه مثلا بعض الملاحظات بعض اللاعبين شباب مواهب يستكشف لاعبين جديدين ممكن دول يصيرون يعني جيل جديد للسله العراقيه. نعم. لكن كلاعب جديد يعني حقيقه يعني ممكن نسبه قليله جدا انه ما يستطيع يضيف لاعب او لاعبين. لا ممكن يضيف ممكن يضيف. نعم. بس القصد انه يعني صعب جدا وممكن اكو لاعبين يستحقون ان يمثلون المنتخب هاي الفتره. كل الأمنيات دكتور حقيقة لمنتخبنا الوطني بكرة السلة في تحقيق نتيجة إيجابية في التجمع الثالث على الرغم من صعوبة المهمة، يحتاج إلى الفوز على المنتخب البحريني والمنتخب الهندي، يحتاج إلى تركيز أكثر خصوصا كما تذكرنا في أكثر من مرة. نعم يوجد إمكانيات جيدة ولكن يعني الإخفاق أكثر من، أنا أعتقد سبب الإخفاق كان الإهدار الفاور شوت الدكتور، كان هناك اكثر من 17 حاله فقدناها يعني في المدرب اكيد يعني حاسبها وباله وراح يضع. نعم. الحلول لهذا الموضوع. نعم. ونتمنى لهم الموفقيه منتخبنا الوطني بالنفذ. نعود مره اخرى ونترك منتخبنا الوطني نتمنى كل الخير والموفقيه في مشوار المقبل، ونعود الى اجواء هذه المباراه الجميله اللي تجمع بين فريقي الكهرباء وزاخو، والثلاثيه كانت على وشك التسجيل فريق الاحمر فريق نادي زاخو، ولكن الكهرباء يبدو لي انه هو الاقرب لحسم هذه المباراه، خبره كبيره يمتلكها هذا الفريق، احمد ثائر الامريكي نقطه التحول، ومن بعيد هذا الامريكي مقطوع لصالح فريق زاخو 35، مهند عبد الكريم مهند يقود هجمه الان، محمد ضياء اللاعب رقم 12، اكرم عبد الجبار اكرم 6 مواسم مع فريق زاخو ونقطتين لهذا الفريق، نقطتين لهذا الفريق الان 76 مقابل 56، والكرة لصالح فريق نادي الكهرباء رقم 4 زياد خلف اللي دخل قبل اللحظات، وأحمد ثائر الكهرباء مرة أخرى يزال متقدم بحث عن زميل 23 حسن عباس زياد خلف يحاول يتخلص يدخل تحت السلة، ولكن هناك صافرة أعتقد، والكرة الآن لصالح الحيازي لصالح فريق نادي زاخو. نادي زاخو أكرم عبد الجبار ملعوب الكرة، مهند عبد الكريم زاخو من بعيد ويخفق سيطر عليها علوش، راجع إلى زاخو جهة البعيدة رقم 9 مراد علي، مهند عبد الكريم مرة أخرى زاخو يحاول يقلل الفارق، رمية ولكن ما سيطر عليها هذا اللاعب كرة الآن الحيازة لصالح فريق نادي زاخو، مهند عبد الكريم 10 دقائق 9 مراد علي من بعيد، مراد يخفق في التسجيل وإلى الخارج، كرة إلى الخارج بالتأكيد لصالح فريق الكهرباء، هذا هو المدرب جوتيار علي مدرب فريق نادي زاخو، أحمد ثائر الكهرباء واحد من الطاقات الشبابية، الأمريكي مايكل أرون، أحمد ثائر مرة أخرى مستوى جيد، علوش أحمد ثائر مايكل تحت السلة محاولة توغل كرة لصالح فريق الكهرباء في هذه اللحظة أيضا أعتقد خطأ، نعم زياد خلف لا روح رياضية طالب دائما بالروح الرياضية اشتباك مع لاعب فريق نادي زاخو وبالتالي خطأ لهذا الفريق، مايكل وكلام مع زياد خلف مايكل الكلام مع زياد خلف وبالتالي
الآن خطأ لصالح فريق، خطأ لصالح فريق أو رمية حرة لصالح فريق نادي زاخو. نادي زاخو اللي حقق فوز واحد فقط كان على حساب فريق العظمية ب 86 مقابل 61 نقطة، خسر مبارتين مع الخطوط ب 56 مقابل 64 نقطة، وأيضا خسر مع الحج الشعبي ولا يزال خاسر مباراة هذا اليوم مع الكهرباء 76 مقابل 56 نقطة. زاخو فوز واحد وخسارتين، والمباراة الآن هي صعبة، وأعتقد خطأ لصالح فريق، خطأ لصالح فريق نادي أو رمية حرة لصالح فريق نادي زاخو. هذا هو الأمريكي أورلاندو، أورلاندو على التنفيذ. وماذا تقول عن نسق المباراة دكتور حيدر جمعة؟ هل انخفض نسق المباراة؟ هل يعني قطاع المباراة انخفض؟ انخفض نعم، صار ترنوفر أكثر من حالة ترنوفر. طيب نعم، خداعي يعني حقيقة للمركز والتعصب يعني للاعبين، يعني طيب كبير صحيح اللاعبين. طيب الحيادة الآن الكهرباء، أحمد علوش من بعيد ما سجل، سلامات لهذا اللاعب، سلامات للاعب مهند عبد الكريم. نشوف حالات والله الحقيقه. نعم، سلامات للاعب فريق زاخو اللي ساقط على ارض الملعب. وايضا اعزائي المشاهدين، بعد نهايه احداث هذه المباراه نذكركم بان قناه الشباب سبورت سوف تتواصل معكم في نقل احداث مباراه فريقي الحج الشعبي مع الحله في الساعه الثالثه عبر هذه الشاشه وعبر شاشه القناه في النقل الحصري لمنافسات دور العراق الممتاز بكرة السلة. وسوف يكون معكم زميلي ليث العتابي في التعليق على هذه المباراة. إذن الحج الشعبي مع الحلة بعد هذه المباراة مباشرة. اليوم هناك أيضا مبارتين أخريتين، بعدها هناك مباراة فريق الخطوط مع نفط البصرة والأعظمية مع غاز الشمال. هذه مباراة اليوم اللي لازلنا مع أحداث مباراة الكهرباء وزاخو، أربع مباريات اليوم، وأيضا هناك ثلاث مباريات يوم غد وبعد غد، وأيضا المنافسات تتم بعون الله يوم الأحد المقبل موافق 27/12/2020. يوم الأحد هو ختام هذا التجمع، وبالتأكيد كان أن أكثر من حضور وتواجد عبر قناة شباب سبورت في وضع المشاهد في قلب الحدث ونقل جميع أو أغلب هذه المباريات. المتميز أحمد ثائر من فريق الكهرباء الأمريكي نجم اللقاء هذا ونجم مباراة اليوم، أحمد ثائر واحد من طاقات الشبابية الجيدة. أحمد علوش الخبرة المتواجدة مع فريق الكهرباء، أحمد عبيد علوش يتوغل من تحت السلة، الكرة مقطوعة لصالح فريق نادي زاخو اللي يحاول تقليص فارق، ولكن أحمد علوش يقطع الكرة. استعجال دكتور، هناك استعجال، يبدو من استعجال كبير على أداء لاعبي فريق زاخو يحاولون العودة، ولكن الإرباك الواضح التسرع بدأ يلقي بظلاله على أداء الفريق في دقائق هذه المباراة. نعم، التسرع يعني لكل الفريقين حقيقة. فريق زاخو استقلص الفارق من 224 إلى 15 نقطة. نعم، 76 17 نقطة، 17 نقطة إلى 59 نقطة، 17 نقطة الفارق بدأ يتسع. نعم، أعتقد اللاعب الأمريكي الكهرباء يعني استبدل المدرب. نعم، لذلك أعتقد يقع الفريق الكهرباء بدأ يعني بدأ يقل. نعم. يعني عندما تسحب أو تستبدل أحد اللاعبين المميزين بالتأكيد راح يكون هناك يعني انخفاض في الأداء الفني العام للفريق. نعم، وبالتالي فترة يعني فترة كاملة، يعني فترة طويلة يعني كرة السلة تعرف دقيقة تغير نتيجة المباراة، 10 دقائق. نعم، يعني وقت كبير. أعتقد أرجع اللاعب الأمريكي لل أرجع مرة ثانية إلى التواجد مرة أخرى، وبالتالي بانتظار انطلاق أحداث هذه المباراة بعد التايم أوت المستقطع لهذه المباراة. و لا يزال فريق الكهرباء، هذا هو الأمريكي مايكل أرون اللي حتى الآن سجل رقم 5، سجل هذا اللاعب 37 نقطة، 37 نقطة سجل. أو لا، ما ظهر في الدقائق الماضية، والآن شاهد يعود مرة أخرى، شاهد الآن هذا مايكل أرون الأمريكي. وبالتالي الآن رمية حرة أو فاول شوت لصالح فريق
نادي الكهرباء من الممكن أن يزيد رصيده عبر هذه الكرة. الحيازة عذرا، حيازة لصالح فريق نادي الكهرباء. أرون عيدا لأحمد ثائر، أحمد حاول يتخلص ويتوقع، أحمد أرون مايكل، أحمد أرون نولات مينية محاولة من بعيد، حاول الثلاثية ولكن يخفق مايكل أرون في هذا. أحمد ثائر توغل، أحمد ثائر، أحمد ثائر يعيد مرة أخرى إلى مايكل، يبدو أنه يبحث على الثلاثية، يبحث على الثلاثية. أحمد ثائر جميلة من بعيد، حلوة حلوة لأحمد ثائر، ثلاث نقاط جميلة يضيف هذا اللاعب الشاب، ثلاث نقاط جميلة من أحمد ثائر تدفع بالفارق إلى 78 نقطة مقابل 59، 78 نقطة مقابل 59 لفريق نادي زاخو. الدقيقة يعني 6 دقائق و 31 ثانية متبقية عن عمر هذه المباراة. الكهرباء يبدو في طريقه لتحقيق فوز رابع دكتور، فوز رابع على وشك تحقيق فريق الكهرباء في مباراة هذا اليوم. نعم يعني يضيف ضحية أخرى لضحايا اللي تغلب عليهم خلال منافسات الجولات الثلاث الماضية، واليوم في المباراة الرابعة أعتقد مباراة سوف تكون هناك مباراة مهمة تجمع مع فريق النفط. عادة كرة السلة تدخل الفترة الرابعة وأنت فارق أكثر من 10 نقاط تكون مباراة تقريبا أكثر من 70% انحسمت لصالحك. طيب حاليا الفارق تقريبا 21 في الفترة الرابعة. نعم الفترة الرابعة منتصف الفترة الرابعة حاليا احنا تقدم الكهرباء 21 نقطة، يعني اعتقد المباراة انحسمت الى 90%. طيب الكرة الان وحيازة لصالح فريق نادي الكهرباء في الجهة البعيدة. نشاهد الآن تبديل، نعم هناك تبديل في صفوف فريق زاخو، اللاعب رقم 14 مرة أخرى يدخل أرض الملعب عمران إبراهيم، عمران إبراهيم في الجهة البعيدة والحيازة لصالح فريق نادي الكهرباء. مايكل أرون، مايكل، أحمد ثائر قرب من عنده، حسن عباس، علوش، علوش من تحت السلة، أحمد عبيد علوش، ولكن الكرة الكرة الآن أعتقد خطأ الدكتور، خطأ نعم توجيهات من المدرب علوش، نعم رميتين نعم. يعني أي حالة في حالة رمي هي نعم تعتبر تنطي اللاعب فري ثرو. الرمية الحرة الأولى لصالح فريق نادي الكهرباء، يتمكن أحمد عبيد علوش من إضافة نقطة جديدة للرصيدة عبره الحاجز 80 نقطة الآن فريق الكهرباء. ساقات كهربائية متتالية جدا ومؤلمة في نفس الوقت، حلوة للكهرباء وأحلى لزاخو اللي قدم مستوى جيد وفني رغم خسارته، لكنه كان جاري الفريق الكهرباء خصوصا مع الشوط الأول اللي كانوا الفريقين متقاربين في كل شيء، في الأداء، في النقاط، في التسجيل، ولكن بدأت هذا الفارق يقل مع بداية أحداث الشوط الثاني. محاولة من أورلاندو من تحت السلة، هذا هو اللي شاهد الآن في الصورة، مخالفة مشي الورك، نعم الورك، ومخالفة بالتأكيد لصالح فريق نادي الكهرباء. أحمد ثائر لأميركي، كهرباء مرة أخرى، مايكل أرون، أحمد ثائر لأميركي أرون، مايكل جهة البعيدة حاول التوغل من تحت السلة، راجعة إلى حسن عباس وحلوة، حلوة لحسن عباس، حلوة لحسن عباس، حلوة ثلاثية أو نقطتين جميلة سجلهن هذا اللاعب. فارق الآن 84، محمد ضياء من بعيد ولكن يخفق في التسجيل من تحت السلة، عمران إبراهيم يحاول، عمران يحاول وأيضا يضيف نقطتين، حلوة لعمران إبراهيم، حلوة لهذا اللاعب، نقطتين لفريق زاخو. راجع مرة أخرى للكهرباء حسن عباس، حسن عباس، وأعتقد يعني خطأ فني ضد هذا اللاعب، خطأ والحيازة الآن لصالح فريق نادي زاخو في هذه الجهة القريبة رقم 9، وكلام من قبل حكم المباراة مع اللاعب رقم 23 حسن عباس، والحيازة وأيضا نظرات وترقب من قبل المدرب الفريق جوتيار علي. محمد ضياء، محمد زاخو مرة أخرى،
الى مركي يفقد الكره محمد ضياء من بعيد، ولكن اعتقد هناك على كل ملعوبة الى مراد علي صافره، وبالتاكيد خطا اخر لصالح فريق نادي زاخو. الحكم المباراه ماذا يشير الدكتور؟ اعتقد نعم هناك خطا او رميه حره، لكن حيازه الان، نعم حيازه كره صالح، حيازه كره لصالح زاخو. فريق نادي زاخو رقم 9 مراد علي الامريكي اورلاندو، اورلاندو الامريكي. دكتور ماذا تقول عن مجريات المباراه؟ هل نقول حسمت على الرغم من بقاء 4 دقائق تقريبا و13 ثانيه؟ لا اعتقد حسمت 100% يعني فريق الكهرباء. تعرف احنا بمستوى هيك فرق يعني باقي 4 دقائق فرق 23 نقطة، من الصعب جدا ان ترجع انت تعوض يعني تعادل او تفوز بالمباراه يعني. طيب يعني هاي فقط يعني تحدث حالات في دور الـ NBA، يعني امكانيات اللاعبين كانت الهائلة للاعبين، نعم كانت نعم. هائلة، المهارات العالية، نسبة التسجيل العالية، نعم نسبة نجاح التهديف البعيد والقريب ايضا. ممكن ان ما لا يوجد فرق بالنقاط في هكذا دوريات، لكن نعم. يعني على مستوى دورينا فرق 24 نقطة، صعب جدا 4 دقائق 3 دقائق تعود مباراة، يعني صعب جدا. نعم. صعب جدا. وبالتالي الآن الكرة لصالح فريق نادي زاخو. شاهد الآن أورلاندو سجل كرة 62 نقطة، الآن 63 نقطة، فرق 21 نقطة، فرق كبير في كرة السلة. والكهرباء على وشك تحقيق فوز رابع في هذا الموسم، هذا والأمريكي حاول يتوغل، ولكن الكرة الى لصالح فريق الكهرباء. 25 في الجهه القريبه، هذا وحسين جاسم دخل الان قبل لحظات، وايضا دخل لاعب محمد ضياء لاعب منتخبنا السابق احمد عبيد علوش. احمد يبحث عن اوين، ثنائي جيد، تفاهم كبير ما بين هؤلاء اللاعبين. حاول هذا هو مايكل ومحمد ضياء من بعيد، وحلوه حلوه لمحمد ضياء، حلوه نشاهد الان في الصوره ايضا الثلاثيه جديدة لفريق الكهرباء، يوسع من خلال الفارق ويصل إلى 87 نقطة، من الممكن أن يصل إلى 100 نقطة الفريق الكهرباء دكتور. نعم نعم ممكن يعني 16 نقطة، نعم يعني نقطة لصالح فريق نادي زاخو. الآن أصبح رصيده 64 نقطة. الأمريكي يعني هو اللي يبني الهجمات، هو اللي يسجل، هو اللي يتوغل، امكانيات عديده يمتلكها هذا اللاعب في صفوف اعتقد صفقه رابحه لفريق الكهرباء هذا الموسم من خلال التعاقد مع هذا اللاعب في مساله احترافه مع الكهرباء، يقدم مستوى فني جيد. يعني على الرغم من مشاهدة بعض المحترفين دكتور حيدر ما دون مستوى الطموح، ما لبوا طموحات اختيار اللاعب المحترف الامريكي مايكل ارون كان في محل الكهرباء كان موفق جدا. نعم فتعرف انه اختيار لاعبين محترفين عمليه معقده جدا. نعم. يعني عن طريق التعامل مع الايجنت لكل لاعب ايجنت واللاعبين، يعني انت ما تعرف مستواهم فقط عن طريق الفيديوهات يعني اللي تشوفها، عن طريق المباراة المنقولة تشاهد مستوى اللاعب، ما يقول لك المستوى الفني الصحيح عنه، المستوى الصحيح، ومرات ما تعرف انت اللاعب كان بالفورمة الفترة اللي يعني لعب فيها، قصه متدرب، قصه قاعد، يعني حقيقة يعني كثير ما يعني تكون الاختيارات ليس بالمستوى المطلوب، وكثير من الأحيان تكون الاختيارات يعني اختيارات جيدة، لذلك عملية مو سهلة أبدا. التعاقد يعني مع اللاعب، التعاقد مع اللاعب المحترف، نعم الأفضل أن يتم مشاهدته عن قرب، عن في إحدى الدوريات، عن قرب يتم إرسال أحد الأشخاص التعاقد معه في أغلب الأحيان، الاعتماد على الإحصائيات اللي يبعثوها الشركات اللي تتعامل يعني في انتقالات اللاعبين. نعم نعم طريق الليجنت. طيب الدقيقتين الأخيرة دكتور، نقول مباراة الكهرباء على هذه النتيجة، وأيضا هذه الهجمة السريعة لفريق نادي زاخو، محمد ضياء من تحت السلة لم يستطع التسجيل، وبالتالي هذا هو اللاعب رقم 7 في فريق نادي الكهرباء محمد ثائر، وايضا هناك مصطفى ثائر وعلي ثائر، كثره الاشقاء دكتور، ايضا احنا 4 اشقاء في فريق
واحد حاله مميزه وجميله في دوري كره السله العراقي. نعم حاله صحيه في فريق نعم الكهرباء يعني حاله صحيه ان تكون العوائل السلويه يعني اكثر من اخو ان يلعب بفريق، اعتقد هاي حاله صحيه يعني زياده شعبيه كره السله بالعراق. بالتاكيد نعم بالتاكيد نتمنى ان يطلع المشاهد الكريم على مثل هذه المعلومات اللي وافينا لها من خلالها من خلال هذه المباراه والدقيقتين الاخيره، وبالتالي قد تكون هناك حاله اطمئنان زائده لكلا الفريقين. الفريق الكهرباء اطمئن على فوزه، والزاخو يعتقد انه من الصعب جدا التعويض، ولكن يحاول قدر الامكان تقليل الفارق فقط في هذه المباراه. محاولات من مهند عبد الكريم، مراد علي من بعيد يخفف في التسجيل، يسيطر عليه الامريكي اورلاندو، اورلاندو الامريكي اورلاندو، زاخو مره اخرى، زاخو مره اخرى، مراد علي او اللاعب رقم 10 محمد علي شقيقه ايضا واورلاندو، ونقطتين جديده، نقطتين جديده لهذا اللاعب، وايضا راح ندخل في الدقيقه الاخيره من عمر، الدقيقه الاخيره من عمر هذا اللقاء، الفتره الرابعه من الشوط الثاني. الفترة الرابعة من الشوط الثاني، ونذكركم مرة أخرى بمباراة فريقي الحج الشعبي مع الحلة سوف تعقد هذه المباراة. سوف يكون معكم زميلي ليث العتابي في تغطية ومتابعة أحداث هذه المباراة. أحمد ثائر واحد من الطاقات الشبابية الجيدة في صفوف الكهرباء. أحمد رقم 11 محمد ضياء. محمد ثائر مقطوعة رقم حلوة حلوة، نقطتين من تحت السلة للاعب محمد علي. زاخو يقلص الفارق إلى 71 نقطة، والكرة إلى أحمد ثائر في الجهة البعيدة. 51 ثانية دكتور، كلمة أخيرة قبل ختامنا لأحداث هذه المباراة، هل استحق الكهرباء الفوز في ضوء ما قدمه؟ نعم، يوم فريق الكهرباء قدم مستوى جيد في ضد فريق زاخو، واستطاع ان يحقق نتيجه جيده بفارق تقريبا 20 نقطه. يعني هذه اعتقد انه كسب فوز مهم جدا لفريق مقارب له بالمستوى، راح يعني اكيد راح تعزز رصيده في التنافس على المراكز الاولى يعني بالدوري العراقي الممتاز. بالتوفيق لفريق الكهرباء، وايضا حظ اوفر لفريق زاخو في المباريات المقبله، وسلامات للاعب احمد ثائر، يعني لاعب قدم مجهودات كبيره، واعتقد راح يستبدل هذا اللاعب، تعرض الى اصابه. سلامات لهذا اللاعب احمد ثائر، مشوار جيد ومستوى جيد قدمه خلال منافسات هذا اليوم والانحياز الان. خلينا نشوف الاعاده، هذه الحاله اللي حدثت قبل لحظات، احمد ثائر، وبالتالي الحياز الان لصالح فريق الكهرباء في الجهه البعيده. محمد ضياء نقطتين جديده حلوه، نقطتين جديده لصالح فريق الكهرباء عن طريق محمد ضياء. مراد علي، زاخو الاتجاه اورلاندو، اورلاندو الامريكي، محمد ضياء 30 ثانية، 30 ثانية، زاخو من بعيد ما يسيطر عليها، مراد وحلوة، نقطتين جديدة، نقطتين جديدة، 73 نقطة، مايكل، مايكل، مايكل أرون، وبالتالي من بعيد، ولكن أعتقد هناك صافرة وأيضا رمية حرة لصالح فريق الكهرباء العشرين ثانية الأخيرة. هذا هو مايكل، مايكل سجل لوحده، مايكل رقم 5 من فريق الكهرباء 37 نقطة، وهذه النقطة 38، نقطة 38 لهذا اللاعب، نصف نقاط فريق الكهرباء سجلهن هذا اللاعب، قد تكون هذه النقطة 39، نعم النقطة 39، وبالتالي الفارق 93-73 نقطة، 20 نقطة فرق كبير. الثواني الأخيرة 16-15 ثانية، 14 ثانية، زاخو قد يسجل في هذه اللحظات عن طريق الأمريكي رونالد من تحت السلة، ولكن مقطوعة الكرة. الخمس ثواني الأخيرة، خمس ثواني الأخيرة، نقول مبارك
مقدم للفريق الكهرباء على مستوى الجيد اللي قدمه في هذه المباراة وتحقيق الفوز وصافرة الختام تعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء بين الكهرباء وزاخو بفوز.